هدف. الله على الجمال، الروعة. هدف ثالث اليوم بقدم نجم النجوم نبيل بن طالب. 3-2 شالكة متقدم بالثلاثة اليوم على فري ماينز. هدف ثالث جميل، هدف ثالث روعة روعة روعة، فتركة حلوة عن تريب في عرضية الساحرة موجودة. هذه العادة، هذه الانطلاقة هتكون جدا وتحرك روعة، وعرضية الساحرة بقدم النجم بن طالب عشان يسجل الهدف الثالث اليوم في لقاء اليوم، وهدف ثاني ليه في هذه المباراة، وهدف ثالث في الدوري في هذا الموسم. 3-2 شالكة، 3 نادي ماينز الأشيب. هدف ثالث في الدقيقة 61 من عمر المباراة. فرحة كبيرة وسعادة رهيبة لنجم النجوم، النجم العربي الجزائري نبيل بن